السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي هشوف ازاي نعمل مدخل بيت يكون شكله كويس. في بقى بعض الأفكار كده نحاول نقولها مع بعض بإذن الله. طيب هقول له ده الوول بتاعي، ده مثلا البيت اهوت، تمام. وأقول له مثلا عايز المدخل بتاعي يبقى بالشكل دوت، تمام. ممكن استخدم الدايمنشن لو أنا عايزهم قد بعض كلهم إيكوال، تمام. وأقول له دوت خليه يعرض لي الفاليو الطول بتاعهم قد ايه. طيب اوكي. طيب هنا ممكن مثلا نحط شكل باب مثلا، اقول له ادي البروفايل، فهيقول لي مش هينفع هنا، لازم في النورث او الساوث. اقول له ماشي. وممكن نعمل مثلا مدخل الباب بالشكل دوت، تمام اهو. بقول له كوبي واخلي كده الرسالة خطأ بسبب ان فيها جزء مكرر، هقول له ديليت. واقول له انا عايز اعمل قطع هنا، بريك هنا وبريك هنا، واقول له وصلهم ببعض. بالشكل دوت. طيب دول المفروض بيقلوا مثلا شوية، ممكن مثلا بدل 20 نخليهم مثلا 10 بالشكل دوت، تمام. او خليهم مثلا 12. طيب edit، اوكي. طيب هنا ممكن نبدأ ارسم بقى باب يكون ليه شكل افضل. اقول له edit profile واقول له انا عايز اعمل هنا وهنا 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 وهنا، وهقول له لاين من النص كده ولاين من النص هنا، واقول له ارسم لي ارك. ممكن ترسمه بالشكل دوت، تعمل له ميرور او تخليه على شكل دايره تفضل. بعد كده اقول له ميرور ونفس الاثنين دول كوبي بالشكل دوت، ونلغي الخطوط ديت، ونيجي هنا برضو نعمل قطع بالشكل دوت. طيب فرض مثلا ان انا عندي في عمود هنا او اكتر من عمود، اجي هنا في ليفل 1 وابدا احط العمود بتاعي. اقول له مثلا ان عندي كولوم اركتكتشر كولوم، هو كله ريكتانجل. طيب اقول له انا عايز احط العمود ده مثلا هنا، وممكن تدخل في الفم تعدلها او ترسمها هنا. يعني الحاجه اللي احنا بنعملها دي في الحالتين ينفع. لو انت عايز ترسم حاجه بالشكل دوت هنا مفيش مشكله، عايز تدخل تقول له اديت فاميلي وترسمها برضه مفيش اي مشكله خالص، تمام. هقول له اركتكتشر واقول له انا عايز اعمل موديل ان بليس، واقول له دي مثلا خليها كولوم، تمام. وهقول له انا عايز ارسم حاجه سويب، فاقول له انا عايز اعمل سكتش للباص بتاعي اهوت من هنا لهنا، ومن هنا لهنا لهنا لهنا، تمام اوكي. ده المسار بتاعي. وبعد كده هبدأ بقى اشوف ايه الحاجة اللي انا عايز ارسمها. اقول له ايدي بروفايل واقول له بروفايل بتاعي مثلا بالشكل دوت، تمام. ممكن ترسم يعني زي ما انت عايز، الموضوع ذوقي بالشكل دوت من هنا لهنا. وممكن مثلا ترسم اي ديتيل بقى انت عايزها. طيب انا هرسم لاين على طول كده، عمود على الشكل دوت، عمود على الشكل دوت، تمام موافق. فيبدأ يرسم لي بالشكل دوت، تمام. طيب ممكن برضه لو انت عايز تعمل حاجة حتة كده ظريفة فوق، اقول له edit sweep، تمام. وتبدأ تعمل ترسم شكل تاني فوق، او ده هنا السيلكت بروفايل، هنا الايديت بروفايل. تعال نشوف نرسم حته كده الجزء فوق، زي ما انت عايز بقى كده بالشكل دوت.
يرسم لك حاجة مثلا بالشكل ده، تمام، زي ما انت عايز بقى، وتقدر تقطع في وسط الحيطة الشكل اللي انت عايزه، وتقول له كوبي، وتقول له انا عايز انقلها من هنا لهنا، وخليها كلها مثلا جروب، اوكي، والجروب دوت نقدر ننقله من هنا لهنا لهنا بالشكل دوت. طيب لو انا عايز احط حاجه بقى هنا، طبعا ممكن تعمل روف بسهوله جدا، يعني تقول له اركتكتشر وتقول له انا عايز اعمل روف وايفوت جرين، انا اسمع ليفل 2، بعد كده نقدر نتحكم نطلع بيه ننزل بيه زي ما احنا عايزين. طيب انا اقول له بس اديت، واقول له انا مش عايز اسلوب خالص، بيقول عايز الحوائط تفضل لحد الروف، اقول له ماشي، فتجمع لحد هنا. فالروف دوت ممكن اقول له اطلع بيه مثلا 2 3 زي ما انت عايز. طيب لو احنا عايزين نعمل كورنيشة كده فوق تجمع الشكل، ممكن اروح اقول له انا عايز كومبوننت موديل ان بليس فلور، اقول له اوكي اوكي، واستخدم امر سويب واقول له سكتش باس، تمام. طيب انا هرسم فين؟ هقول له ست هنا، وهقول له اهو الخط دوت من هنا لهنا، طيب عايز اقول له بقى ابدأ ارسم لي البروفايل، وتبدأ بقى تعمل اللي انت عايزه، يعني ممكن مثلا تعمله بالشكل دوت، اي شكل انت، حاجة ايه جمالية، مش منطقة الجمالية، حاجة كده ايه شكل جمالي تعمله اهو، تمام، فيبدأ يرسمه لك بالشكل ده.